من هو يوحنا المعمدان ودوره في هروب مريم وعيسى من بيت المقدس؟ كيف نزل الوحي على عيسى عليه السلام؟ هل من الممكن معرفة الشخصية الحقيقية لعيسى عليه السلام؟ الرجل الذي عاش في أرض فلسطين منذ أكثر من 2000 عام، هذا النبي العظيم الذي كان يدعو الناس لعبادة الخالق ويشفي المرضى. للأسف الشديد، عيسى كإنسان بشر من دم ولحم، تحول على مدى الأيام إلى أسطورة بعيدة تماماً عن الواقع. من أهم المصادر للتعرف على التفاصيل الواقعية لحياة المسيح القرآن والسنة، ثم إنجيل برنابا، ومؤخراً تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت. من خلال هذه المصادر يتأكد لنا أن المسيح لم يكن إلهاً، ولكن كإبراهيم وموسى ومن بعده محمد عليهم جميعاً السلام، كان رسولاً من الله، إنسان يأكل ويشرب ويعيش بين الناس. ونكتشف أيضاً أنه اضطر للدخول في صراع مع أصحاب السلطة والمصالح المتعارضة مع التعاليم التي جاء بها. هروب مريم وعيسى إلى مصر. في ظل الظروف السياسية والاجتماعية السيئة التي كان يمر بها المجتمع اليهودي، كانت طبقة المستضعفين والفقراء منهم في شوق لتحقيق النبوءة بوصول قائد جديد يطرد الرومان وينشر العدل في أرض فلسطين ويصبح ملكا على بني إسرائيل ويعيد أمجاد ملك سليمان وداود عليهما السلام. شاعت هذه النبوءة بين اليهود في فلسطين ووصلت إلى أسماع هيرودوس ملك اليهود في ذلك الوقت من قبل الاحتلال الروماني، وكان يحكم الفلسطينيين واليهود بقوة السيف ورعب الدماء وكثرة الجواسيس. فلما وصلت له الأخبار عن طفل ولد بغير أب، طفل يقال أنه تكلم في المهد، وأشاع كهنة اليهود أن الطفل قال كلاما كثيرا يهدد سلطان روما أو يقلقل كرسي الحكم والسلطة من تحت هيرودوس، جن جنون هيرودوس وأمر بعقد اجتماع مفاجئ لكبار ضباطه وجواسيسه. وقال أحد الجواسيس أن هناك بشارة بين اليهود تشير لميلاد طفل معجزة، طفل سيخلص شعبه. جلس هيرودوس يفكر قلقا خائفا على ملكه، لذا أمر جنوده بالبحث عن عذراء ولدت طفلا وأن يقتل كل الأطفال المولودين في هذا الوقت. جاء الملك لمريم ألقى عليها السلام وقال لها: احمي طفلك يا مريم واخرجي إلى مصر، إن الحاكم الروماني يبحث عن طفلك ليقتله. قام زكريا بمساعدة جماعة الأسينيين بتهريب مريم وطفلها عيسى إلى مصر، حيث كان للأسينيين مركزا هناك. قطعت مريم صحراء سيناء مع قافلة كانت تتجه إلى مصر، صارت تحمل عيسى في نفس الطريق الذي صار فيه موسى عليه السلام من قبل حين ظهرت له النار المقدسة ونودي من جانب الطور الأيمن. كان هروب مريم وعيسى إلى مصر لغزا أثار العديد من التساؤلات، حتى اكتشاف لفائف البحر الميت، خاصة وإن تفاصيل هذه القصة لم تذكر على الإطلاق في أي من الأناجيل. فاختفاء طفل كعيسى كان ميلاده معجزة، تكلم في مهده بطلاقة، وهروبه فجأة هو وأمه بسلام إلى مصر بالرغم من الرقابة الشديدة للسلطات الرومانية ليس بالأمر السهل. عاش المسيح في مصر مع أمه حوالي 4 سنوات، حتى جاء جبريل عليه السلام لمريم وقال لها: لقد مات هيرودوس الملك الظالم، فعودي بابنك إلى فلسطين. عاد عيسى إلى فلسطين وتربى على أيدي جماعة الأسينيين، درس التوراة وفهم تعاليمها، وعند بلوغه سن 12 أرسلته أمه إلى المعبد ليكون من خادمه. درس التوراة بين علماء اليهود في المعبد وعلى رأسهم معلمه الأول زكريا عليه السلام. دور يحيى عليه السلام. لما وصل عيسى لسن الصبا، شاعت أنباء عن يحيى أنه ترك جماعة الأسينيين وذهب ليعيش وحده في البرية، وجاء الوحي من ربه فبدأ في دعوة بني إسرائيل إلى الله والتمسك بدينه وشريعته التي أنزلها على موسى عليه السلام، والتبشير بنبوة عيسى عليه السلام ابن خالته. قال له الحق سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذ ما في كتاب الله بجد واجتهاد. وأتاه الله الحكمة ورجاحة العقل منذ صغر سنه، وقام يحيى بواجبه في الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اشتهر في الأدبيات المسيحية باسم يوحنا المعمدان، والمعمدان نسبة إلى ما ذكر أنه كان يعمد الناس، أي يغسلهم بالماء لتطهيرهم من الخطايا.
نزول الوحي على عيسى بن مريم. ذات مساء كان عيسى عليه السلام جالسا في المعبد في بيت المقدس عمره 30 عاما، فجأة ظهر الملك، نوره يملأ المكان. إن الله يأمرك بإبلاغ الرسالة لبني إسرائيل. ونهض المسيح بأمر الله، إن الله معه وهو ناصره، وروح القدس جبريل عليه السلام يؤيده. لقد انتهت فترة إعداده للمهمة التي ولد من أجلها، وانتهت صفحة التأمل والعبادة في حياة عيسى، وبدأت رحلته الشاقة المليئة بالألم، بدأت رحلته للدعوة إلى الله، رحلة خلاص الروح والإيمان بقيام الأموات ووجود يوم يقدم فيه البشر حسابا عما فعلوا. تلك قيم وأفكار كانت حياة اليهود تخلو منها تماما. قرر عيسى قبل كل شيء أن يعتزل قومه لمدة 40 يوما في الصحراء، يقضيها في الصيام والقيام اقتداء بموسى عليه السلام. بعد عودته من الاعتزال بدأ حركة المقاومة. اختار 12 شخصا من أفضل أسباط اليهود والذين أصبحوا فيما بعد تلاميذه. هؤلاء 12 جندوا 70 آخرين تحت قيادتهم، وبدأ إعداد جيش من أتباع المسيح في البداية في سرية تامة. وكان تدريبهم وإعدادهم يتم في الصحراء بعيدا عن أعين الاحتلال. وقد تراوح عدد أتباع عيسى عليه السلام المسلحين والمؤمنين به وبمعجزاته ما بين 2000 إلى 4000 شخص. ولم تكن رحلة عيسى سهلة، بل واجه العديد من الصعوبات والصراعات، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفاصيل في الجزء القادم من حياة عيسى بن مريم. فلا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.